ونستعينه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال ربنا سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن الله تبارك وتعالى شهادته بشهادة أهل العلم، بشهادة الملائكة، وهو سبحانه لا يستشهد من خلقه إلا العدول، فزكاهم ربنا تبارك وتعالى وعدلهم، أي أهل العلم، واستشهد بهم على أجل مشهود وعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وسادتهم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: اختلف في معنى الآية، فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه وللتعلم، بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير هاهنا نفير تعلم. وقال آخرون المعنى: ما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة إلى الجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين. فإذا جاءت الطائفة التي نفرت إلى الجهاد فقهتها التي قعدت وتعلمت وعلمتها، وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله. إذا تنحصر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة في قولين: أن النفير إما أن يكون نفير تعلم، وإما أن يكون نفير جهاد على أصله. على كل القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه. يقول القرطبي رحمة الله عليه: هذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة أصل في وجوب طلب العلم، هذه الآية
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. الآيات في الحض على طلب العلم والحث على تحصيله كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسوقها هنا بفضل الله تبارك وتعالى حديثين صحيحين للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فيهما بحمد الله تبارك وتعالى ما يكفي ويشفي. الأول عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. هذا الحديث لو أنك أخذت به وحده لكفاك، لأن من يعمل في أمر الدين صوما أو عبادة وقياما وجهادا باللسان أو بالسنان أو بالقلم، من يفعل ذلك فله أجر عند الله تبارك وتعالى عظيم. في صحيفة من علمه مثل ما في صحيفته من الخيرات بحمد الله تبارك وتعالى، ويفضل أن يزيد شيء. أن العامل يكتب له ما يعمل من العمل الصالح ثم يمحصه الله رب العالمين تبارك وتعالى، فإن انطى على الرياء والسمعة رده بل عاقب عليه وعذب. وأما الذي يدعو إلى ذلك بنية صحيحة مجردة فإنه يكتب في صحيفة حسناته مثل أجر العمل من أجل أن يؤاخذ على رياء ولا سمعة. ولذلك تجد الحكمة المأثورة في الأثر: نية المؤمن خير من عمله. الحديث الثاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. ومعلوم أن فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعلانا، أي على أعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعلانا فضل كبير جدا. فما تقول في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أدنى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني. النصوص في الكتاب والسنة في الدلالة على فضل العلم كثيرة كثيرة مستفيضة، ومن أهم المهمات لمن تحركت بفضل الله نيته لطلب العلم أن يعرف السبيل التي يسلك في طلبه.
والمنح الذي ينحى في تحصيله. ومن لم يعرف ذلك اختلط عليه الامر وتشابهت عليه الدروب وتشابهت امامه السبل ووقع في الحيرة المضنية. وهذه وصية ابن شهاب ليونس ابن يزيد، قال: يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه أي العلم مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فهذه هي سبيل السلف رضوان الله عليهم في مسألة الطلب، موجزة في قول هذا العالم الجليل ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه ليونس ابن يزيد رحمة الله عليه: من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه العلم جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. ينبغي بحول الله وقوته لمن أراد أن يسلك سبيل العلم أن تقدم له بين يدي الطلب مقدمات في آداب طلب العلم وطرق تحصيله. المقدمة الأولى من تلك المقدمات بين يدي الطلب وبين طرق التحصيل تحصيل العلم، المقدمة الأولى: الفهم منة من الله تعالى وحده. الفهم منة من الله تعالى وحده. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نتشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعيما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. النفش هو الرعي ليلا، إذا رعى الراعي بغنمه ليلا فهذا نفش. إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني هذه الغنم كانت ترعى ليلا. حاصل أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة أن غنما رعت كرما أي عنبا فأفسدته، فتحاكم أصحاب العنب والغنم لداود عليه السلام، فحكم لأصحاب الكرم بالغنم، ولكن سليمان عليه السلام حكم بغير هذا، حكم بأن تصير الغنم لأصحاب الحرث حتى يصلح أصحاب الغنم الحرث ويعود كما كان. حكم داود بالغنم لأصحاب الكرب، وأما سليمان فحكم بأن تصير الغنم لأصحاب الحرث حتى يصلح أصحاب الغنم الحرث فيعود كما كان. فعاد داود إلى حكم سليمان. انظر لقوله تعالى: ففهمناها سليمان، مع قوله فيهما مع: وكلا آتينا حكما وعيما. ومع ذلك اختص الله رب العالمين سليمان في هذه المسألة بمزيد فهم منه وحده. يعني الله تبارك وتعالى في الآية يقضي بأن كلا من داود وسليمان على خير وحكمة وعلم، فيقول: ففهمناها سليمان وكلا، أي داود وسليمان معا، وكلا آتينا حكما وعلما. مع أن داود مقضي له في هذه الآية بالنص الصريح على أنه من أصحاب الحكم والحكمة والعلم، إلا أن الفهم شيء وراء ذلك كله. الفهم في العلم شيء وراء العلم وراء الحكم.
بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فنسأل الله العلي القدير أن يرزقنا العلم والفهم فيه، إنه على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وقريب من القصة المذكورة في أصحاب الحرث والغنم ما خرجه الشيطان في صحيحيهما، والإمام أحمد في مسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما، إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين. بينما امرأتان معهما ابنان لهما، إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين. فتحاكما إلى داود، يعني كلتاهما تريد أن تستأثر بالذي أبقاه الذئب. واحدة منهما كاذبة لا محالة، تعلم أنها كاذبة وأن الذي تريد أن تأخذه ليس بابنها، ولكنها لا تريد أن تعود إلى زوجها وبيتها خاوية الوفاض، فادعت أن هذا الولد هو ولدها. فتحاكما، لما اختصمتا تحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، بحث عن قرينة تؤكد الصدق ولا تنفيه، فوجد أن كبر السن مظنة لأن يكون المرء صادقا، فقال: أيتكما أكبر؟ فقالت الكبرى: أنا. فقضى بالولد الذي أبقاه الذئب لها. فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هات السكين أشقه بينكما. لما خرجت به الكبرى ولم يكن بولدها، مرت على سليمان عليه السلام فقال: بما قضى بينكما داود؟ فأخبرتاه فقال: ليس كذلك، بل ائتيا بالسكين لكي أشقه بينكما وتأخذ كل واحدة منكما نصفه. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى فعلم أنه ابنها. لما أراد أن يشقه ظهرت الأم الحقيقية، قالت: يرحمك الله، لا تشقه، بل هو ابنها. فقضى به للصغرى. هذا فهم وراء العلم وراء الأخذ بالقرائن التي تحف تلك النصوص التي تستخرج منها الأحكام. ولذلك يقولون رحمة الله عليهم علماؤنا الأجلاء، يقولون: يا سبحان الله، إنها منة، وكم من ناظر في النص يستخرج حكما أو حكمين، وآخر ينظر نظرة وينظر في هذه النصوص نظره فيستخرج 100 أو 200. النص واحد وينظر فيه عالم فيستخرج منه حكما أو حكمين، ويأتي آخر من العلماء فينظر في ذات النص فيستخرج 100 أو 200. فالمقدمة الأولى بين يدي الطلب والتحصيل أن الفهم منة من الله تعالى وحده. المقدمة الثانية أن ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته. وإذا أردت أن يدوم لك الله على ما تحب فدم له أنت على ما يحب. المقدمة الثانية: ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. وإذا أردت أن يدوم لك الله على ما تحب فدم لله أنت على ما يحب. قال ابن القيم رحمه الله:
وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم، يعني حرمان العلم أثر من آثار المعاصي، فإن العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك رحمه الله وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وكان الأئمة الأعلام من طاعة الله تبارك وتعالى وتقواه بمحل رفيع. فهو أمير المؤمنين في الحديث الإمام الكبير أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، كان شديد الورع جم الخوف كثير الإنابة. فمن ذلك ما رواه وراقه محمد بن أبي حاتم رحمه الله قال: كان البخاري يركب إلى الرمي كثيرا، يخرج إلى ظاهر البلد من أجل أن يمارس الرمي بالسهام، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، يعني كان مجيدا في الرمي جدا، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. قال: وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، ومنها الإمام الفربري ممن رأوا الصحيحة رحمة الله عليه، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفردة فردة النهر، يعني طلمة مكان ضيق في النهر وعليه قنطرة. قال: فجعلنا نرمي بسهامنا، فأصاب سهم أبي عبد الله البخاري وتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد. الوتد خشبة معروفة، وأرجو أنها كانت موضوعة من أجل تثبيت القنطرة حتى لا تتداعى وتسقط، لأن القنطرة على تلمة على فرضة على مكان ضيق في النهر. فلما رمى البخاري بسهمه أصاب الوتد وتد القنطرة فشق. فلما رأى ذلك نزل عن دابته وأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال: لن أرجع. فرجعنا، فقال لي: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة. وهو يتنفس الصعداء كهيئة المكروب. فقلت: نعم. قال: تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول: إنا أخللنا بالوتد، بهذه الخشبة الموضوعة في القنطرة، إنا قد أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. كان صاحب القنطرة حميد ابن الأخضر، فقال لي: أبلغ أبا عبد الله رحمة الله عليه السلام وقل له: أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك وجميع ملك الفداء. فأبلغته الرسالة فتغلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ للغرباء في ذلك اليوم 500 حديث، وتصدق 300 درهم من أجل أن صاحب الوتد جعله في حل. وأمر كما ترى في ظاهره يسير، ولو أن أحدنا صنع ما التفت إليه في أصل القصة والمسألة، ولكن البخاري رحمة الله عليه هذا ورعه، ولذلك كان في الدين
هذا منصبه رحمة الله عليه. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير أبواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشتم اللهم بالحرمان. يقول وراق البخاري رحمة الله عليه: سمعت البخاري يقول لأبي مع شرم الضرير: اجعلني في حل، اجعلني في حل يا أبا معشر. أنت لا تقول هذا لأحد من المسلمين أو من الناس إلا إذا أجرمت في حق، اجعلني في حل. وأبو معشر ضرير كما هذه صفته التي سمعت: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء يرحمك الله يا أبا عبد الله؟ ماذا جنت يداك بالنسبة لي؟ فقال: رأيت حديثا يوما وأنت تسمع وأنت في مجلس التحديث، كنت أروي الحديث وأنت في مجلس التحديث وأبو معشر ضرير، فنظرت إليك وقد أعجبت بالحديث وأنت تحرك رأسك ويديك. يعني أبو معشر الضرير لما سمع الحديث من أبي عبد الله البخاري أعجبه، وهو رجل ضرير، فأخذ يحرك رأسه ويديه هيئة المستحسن، فتبسمت أنا من ذلك. لم يزد البخاري على أن نظر إلى أبي معشر يصنع ذلك يحرك رأسه ويديه وتبسم البخاري من هذا الصنيع، لم يزد. قال: أنت في حلم يرحمك الله يا أبا عبد الله. تريد أن تطلب العلم واللسان لا يكف عن الغيبة والنميمة، والقلب منطوي على الكلاب النابحات من مذموم الصفات ومساوئ الأخلاق، ثم تعجب كيف لا أحفظ، ثم تعجب كيف لا أفهم، ثم تعجب كيف لا يبارك لي في وقتي، ثم تعجب كيف لا يبارك لي في علم الذي علمت وحفظ الذي حفظت دونك الدواء من هؤلاء، فإنهم أطباء القلوب. وكما قال سلفنا الصالح عليهم الرضوان: إذا ذكر الصالحون تنزلت الرحمة. من قبل البخاري يستوي الإمام أحمد رحمة الله عليه على صعيد الورع والخوف من الله. ربما اضطرته الحاجة أن يخرج إلى اللقاط. اللقاط نسميه نحن في قرانا بالتصييف، يعني إذا حصد الفلاحون زرعهم وجمعوا قمحهم تناثر في أرضهم بعض سنابل البر، بعض سنابل القمح، فربما تركوها للفقراء والمستضعفين فيدخلون إلى أرضهم يلتقطونها، هذا هو اللقاط. ربما اضطرت الحاجة إمام الوقت وإمام العالم في زمنه أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضوانه، ربما اضطرته الحاجة إلى أن يخرج إلى اللقاط، وقد خرج إلى تغري طرسوس ماشيا لأنه لا يملك النفقة التي يحمل فيها على دابة يكريها أي يؤجرها، فأعزته النفقة فلم يدخل إلى المزارع يلتقط كالآخرين كما يفعل الفقراء والمستضعفون، بل كان يستأذن صاحب الزرع قبل أن يدخل، وكان يرى اللاقطين يكبون على وجوههم كهيئة الرافع، وأن أيديهم ليست على ركبهم بل هي مطلقة تتحرك في اللقاط، يكبون على وجوههم كمن يمشي على أربع، فكان يقعد ويتحرك قاعدا فيعوق نفسه ويلقط أقل من غيره، لكنه يجد قوت نفسه وهذا حسبه، ويعرف أن يسير بهذه الهيئة التي هي مشبهة لهيئة الدواب التي تمشي على أربع
لأنه كان لا يتحرك إلا بسنة ولا يسكن إلا بسنة. وعنده قول سفيان ابن سعيد الثوري رحمة الله عليه: إن استطعت أن لا تحك رأسك بظفرك إلا بأثر فافعل. إن استطعت أن لا تحك رأسك بظفرك إلا بأثر، أي بسنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فافعل. هذا أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة وإمام أهل الحفظ وإمام أهل الورع، كما أخبر عنه الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، عندما قال: خرجت من بغداد وما تركت فيها أورع ولا أفقه ولا أزهد من أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. تضطره الحاجة لكي يخرج من بلده إلى بلد بعيد عن بلده ماشيا، لا يجد ثمن دابة يؤجرها لكي يركبها ويحمل عليها متاعه، بل كان يؤجر نفسه أحيانا عندما كان يريد الذهاب إلى الحج رحمة الله عليه. في وسط احتاج للمال فدفع جبته إلى من باعها، ولما عرض عليه يزيد بن هارون 100 درهم أو نحوها قال: إني لمحتاج إليها وإني لابن سبيل، يحل لي أن أمد يدي لأني أدخل في مصارف الزكاة 8 لأني ابن سبيل، ولكن لا أحب أن أعود نفسي هذا. هذا قانون: إني لمحتاج إليه وإني لابن سبيل، وما أردها كبرا ولا بطرا ولا رئاء، وإنما أردها لأني لا أريد أن أعود نفسي هذا رحمة الله عليه. وباع غطاءه وملابسه ليقتات، وأتى عليه 3 أيام ما طعم فيها مرة، وقد كان تخطى 70، فاستقرب شيئا من دقيق وخبز له بالعجلة أي بسرعة، فلما وضع الخبز بين يديه وقد مر عليه 3 أيام لم يطعم فيها شيئا وقد تخطى 70 سنا وإنه لمقترض للدقيق، فلما خبز بالعجلة ووضع الخبز بين يديه قال: كيف خبزتم هكذا بسرعة؟ قال: التنور، والتنور هو الفرن، التنور مسجون أي موقد في بيت صالح ولدك، صالح بن أحمد. قالوا: التنور مسجون في بيت صالح، فخبزنا هناك بالعجلة، فلم تشفع سنه ولا جوعه لأهله فيما صنعوا، وذعره أي دخل عليه بالذعر أن تدخل نار صالح في طعامه، وقال: ارفعوا، ولم يأكل. ثم أمر بسد الباب الذي يوصل داره بدار صالح، وذلك لأن صالحا رحمة الله عليه قد نال بعض أعطيات السلطان، فأخذ أحمد رحمة الله عليه نفسه بالورع ولم يقبل أن يخبز طعامه وقد تخطى 70 واستسلف الدقيق ومضى عليه 3 أيام لم يطعم، لم يقبل أن ينضج له طعامه في تنور بيت ولده صالح، وأمر بسد الباب بين داره ودار صالح. وأحمد لا يقبل أن يناله من ذلك شيء، لا خبزا ولا إنضاجا، بل نسمة الهواء، يردها أحمد رحمة الله عليه. أقبل غلام لعمه إسحاق يروح عليه بمروحة وهو مريض قبل أن يموت بليلتين، فنهاه الإمام لأن عمه اشترى هذا الغلام من مال السلطان، كان قد غشي عليه، والغلام يروح على وجهه بمروحة في يده،
إسحاق قال من أنت؟ فقال غلام عمك إسحاق. قال قم عني لا أريد أن أرى وجهك. ولم يقبل أن يصله نسمة هواء من طريق لا يرضاه قلبه. أمثلة كثيرة جدا من ورع من من الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم والعمل، وهم في هذا سائرون على نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أبو هريرة، إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ينقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته فيجد التمرة على فراشه، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيرفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فيه من أجل أن يأكلها، ثم أخشى صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون من تمر الصدقة وهو لا يحل له فيلقيها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النووي رحمة الله عليه في الحديث: استعمال الورع، لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، يعني مجرد أن يحتمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من تمر الصدقة لا يحرمها، ولكن الورع تركها. فرق عظيم بين هذا الورع الصادق المثمر والورع المظلم الذي أخذ به أقوام أنفسهم في دينهم ودنياهم فدخلوا في حد الوسوسة. فإن كثيرا من الذين أخذوا الورع على غير نهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم صنعوا صنائع عجبا. منهم رجل سفيه يسمى فتيان، وهذا الرجل كان معاصرا للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكان الشافعي رحمة الله عليه يدرس العلم والخير في مسجد عمرو بن العاص بمصر، ويحضر لديه المفسرون فيسمعون، ويحضر لديه المحدثون وأصحاب اللغة والغريب من كل صنوف العلم بفضل الله رب العالمين. وكان الشافعي يريد أن ينهج نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأتي بالغالية وهي من الطيب ممزوج بعضه ببعض، فيشتري بدراهم طيبا من الغالية ثم يمسح بها سارية يجلس مسندا ظهره إليها، فيفضع المكان برائحة الطيب. وفي يوم من الأيام شم الإمام الشافعي والحاضرون معه رائحة منكرة في المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. قال: فلينظر كل منكم في نعله. فقاموا سراعا إلى النعال ففتشوا فيها فلم يجدوا شيئا. لم نجد شيئا يا إمام. قال: فلينظر كل منكم إلى ثوبه. فنظروا في ثيابهم فلم يجدوا شيئا. بعد البحث والتحري وجدوا أن هذا الرجل فتيان هذا وجدوه قد أتى بالعذرة، أتى بالبراز، فطلع به جانبا من شاربه. فقال له الإمام: ما هذا الذي تدخله في بيت الله رب العالمين؟ قال: إني رأيت كبرك عندما تطوي الأسطوانة التي تجلس مسندا ظهرك إليها بالطيب، رأيت كبرك عندما تصنع ذلك، فأحببت أن أتقرب إلى الله رب العالمين بهذا التواضع. فهذا ورع، ولكنه ليس سائرا على نهج السلف رحمة الله عليه. قال أحمد بن حنبل: لمن استأذنه أن يمل من محبرته ليصلح حرفا أو شكله اكتب يا هذا فهذا ورع مظلم.
يعني مع الإمام أحمد محضره وهو يجلس في درس العلم، لأن أحمد على حفظه كان لا يحدث إلا من كتاب. أحمد كما قال أبو زرعة لولده عبد الله ابن الإمام أحمد: الإمام ابن الإمام، كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، يعني يحفظ مليون حديث بأسانيدها وطرقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان أحمد رحمة الله عليه لا يحدث إلا من كتاب، فكانت معه المحبرة، وهو وضع قانونا لكل من طلب العلم بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن يقبض العلم، يقول أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. علمنا هذا وعملنا هذا وصنيعنا هذا في طلب العلم من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يفارقه ساعة فليفارقه الساعة. مع المحبرة إلى المقبرة. علمنا هذا وصنيعنا هذا وعملنا هذا وطلبنا للعلم هذا من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يفارقه ساعة فليفارقه الساعة. يقول أحمد رحمة الله عليه لمن أراد أن يستأذنه في أن يمل من محبرة أحمد، قال: فلقم لي يا هذا، اكتب يا هذا، فهذا ورع مظلم. هذا شبيه بمن وجد تمرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام ينادي عمن يعرفها ويكرر النداء: من فقد تمرة منكم أيها الناس، من فقد تمرة أيها الناس، يا رب لو يطلع الناس على جهده. فعلاه عمر بالدرة وقال: كلها يا بارد الورع، كلها يا بارد الورع، ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته، ومن أراد أن يدوم له الله على ما يحب فليدم لله تبارك وتعالى على ما يحب، حتى يحسن الله رب العالمين ختامنا جميعا إن شاء الله رب العالمين. وإن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لا يمدح وعاؤه إلا بالذي فيه، وما في أحمد رحمة الله عليه وفي وعائه إلا تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما حضرته الوفاة جلس بنوه وأحباؤه حوله يقولون له: يا أبا عبد الله قل لا إله إلا الله. فهو في كربه وفي نزغه وسكراته يقول: لا لا لا. فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إمام أهل السنة في وقته وشيخ الحديث غير منازع وصاحب المحنة وصاحب الثبات يفتن عند موته: فإنا لله وإنا إليه راجعون. جزعت القلوب ووجلت الأفئدة وذرفت العيون الدموع، ثم لما أفاق قال: عرضنا عليك الشهادة، نقول لك قل لا إله إلا الله، وأنت تقول لا لا لا. قال: ليس ذلك، والله ما بعدت عن لا إله إلا الله طرفة عين ولا أقل منها، ولكن أتاني اللعين إبليس وقد عض بأسنانه على إبهامه يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وأنا أقول لا لا حتى يقبض روحي ملك الموت. ثم تشهد الشهادة وقبضه الله رب العالمين، فرحمة الله رب العالمين عليه. المقدمة الثالثة: من أخلص في طلب العلم عرف قدر الوقت وعمل بالهمة العلية. من أخلص في طلب العلم عرف قدر الوقت وعمل بالهمة العلية. طريقتهم كما سمعت أن طلب من المهدي إلى اللحد، مع المحبرة إلى المقبرة، عملنا من المهدي إلى اللحد لا نفارقه ساعة، فمن أراد أن يفارقه ساعة فليفارقه الساعة. يقول الذهبي رحمة الله عليه في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الحافظ المحدث النحوي القدوة شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار الأنصاري البصري:
ذكر الذهبي أن عبد الرحمن ابن مهدي تلميذ حماد بن سلمة قال: لو قيل محمد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا فليس لك إلا الليلة ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال موسى ابن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. وقال يونس المؤدب: ما مات حماد بن سلمة إلا وهو في الصلاة رحمة الله عليه. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن، أن تغبن في البيع والشراء، أن تشتري بأضعاف الثمن الذي يستحقه ما تشتريه، أو تبيع شيئا يستحق أضعافا مضاعفة وأنت تبيعه بلا ثمن يذكر. فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ولم يسعى لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المقصود من الحديث أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، بل يصرفونهما في غير محالهما، فيصير كل واحد منهما في حقه وبالا، أي تصير الصحة عليه وبالا ويصير الوقت عليه وبالا. ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما من الصحة والفراغ في محله لكان خيرا أي خير. السلف سواء في ذلك عالمهم وعابدهم كانوا يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات ظنا منهم بالوقت وحرص منهم على ألا يذهب شيء منه أي من الوقت بددا. عامر بن عبد القيس رحمه الله كان من التابعين الزهاد. قال له رجل يوما: كلمني. فقال له عامر بن عبد القيس: أمسك الشمس، أي أوقف الزمن حتى أكلمك في زمن لا يحسب علي. قال: كلمني. فقال: أمسك الشمس. ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب توالي التأسيس بمعالي محمد بن إدريس الشافعي أن ابن أبي حاتم قال: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، أي بالكلمة مما لم أسمع، فترد أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تتنعم به الأذنان. ما هي شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، أي بالكلمة من العلم مما لا أعرفه ولم أسمع، فتود أعضائي غير الأذنين أن لو كانت لتلك الأعضاء آذان فتسمع الحرف من العلم الذي لم أسمعه ولا أعرفه، فتلتذ بسماع العلم كما تلتذ الأذنان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في أعمارنا التي تذهب سدى وفي أوقاتنا التي تنقضي هدرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل للشافعي: كيف حرصك عليه؟ كيف حرصك على الطلب؟ كيف حرصك على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. كيف طلبك للعلم؟ قال: طلبي للعلم
كطلب المرأة المضلة ولدها، أي التي ضل منها ولدها وهي تبحث عنه وليس لها من ولد غير هذا الولد الذي ضل. فهذا هو طلبي، وهذا هو حرصي، وهذه لذتي. في مرض موت أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وعلى أبي يوسف، جاءه تلميذه إبراهيم ابن الجراح القاضي يعوده. تلميذ أبي يوسف القاضي إبراهيم ابن الجراح جاء إلى أبي يوسف لكي يعوده، فوجده مغمى عليه. فلما أفاق أبو يوسف قال له: يا إبراهيم، يقول لتلميذه: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قال: قلت في مثل هذه الحالة أنت تموت، أنت تحتضر، أنت قد شاردت روحك الحلقوم، في مثل هذه الحالة؟ قال: لا بأس من ذلك، لعله ينجو به نادم. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، أي في مناسك الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. وهو يموت. قلت: قل فيهما وارض الله عنك. قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت البكاء عليه وإذا هو قد مات رحمة الله عليه. كان داود الطائي رحمة الله عليه يستبث التتيت، يعني يأتي بالخبز ثم يفته ويستفه استفاتا. يقول: بين صف التتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. كان داود الطائي رحمة الله عليه يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. فهو رحمة الله عليه جرب هذا وذاك، وكان الحساب بينهما 50 آية، فآثر أن لا يضيع على نفسه زمنا يقرأ فيه 50 آية، فكان يستف الفتيت استفافا رحمة الله عليه. لا يغترن أحد بحال سلامة وعافية هو فيه، فلا يدري إلا الله ما تأتي به المقادير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي في الشعب، وذكر الشيخ ناصر تصحيحه في صحيح الجامع. فبادر ساعات العمر وهي سانحة، ولا تتعلق بالغائب المجهول الذي ربما كان حصاد الهشيم وقبض الريح. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. الثوب الدريس والثوب القديم الخلق. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. العمر جملة والشباب خاصة مما يسأل عنه العبد يوم القيامة، بل مما لا تزول قدم عبد حتى يجيب عن السؤال عليه. روى البيهقي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، العمر جملة، وعن شبابه فيما أبلاه،
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب. قال الحسن البصري ابن آدم: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وما المرء إلا راكبا ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا إلى القبر. محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه من أصحاب الهمة العالية يقول لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. قال: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في 3,000 ورقة، وأمله في 7 سنين، من 1982 إلى 1999. ثم قال لهم: أتنشطون لتاريخ العالم من آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، فأجابوا بمثل ذلك: هذا مما تنقضي الأعمار دون تمامه. فقال: إنا لله، ماتت الهمم، فاختصره في نحو مما اختصر التفسير. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الخطيب البغدادي رحمه الله: كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه في الشارع في الطريق، كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه. ونقل القمي في الكنى والألقاب أن براية أقلان ابن الجوزي رحمة الله عليه التي كتب بها الحديث لم تكن أقلامهم كهذا، وإنما كانت أقلاما من قصب أي من بوص، وكانت تبرى بمبرات. فكان الرجل يبري رحمة الله عليه يبري أقلامه، ثم يجمع البراية التي تتخلف من بري الأقلام، جمعها فحصل منها شيء كثير، وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته، ففعل ذلك فكفت وفضل منها شيء. وفي ترجمة العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني لنفسه في كتاب البدر الطالع قال متحدثا عن حاله ونشأته بصيغة الخبر عن الغائب تواضعا منه، قال: وكان تبلغ، لم يقل وكانت تبلغ دروسي، وإنما قال: وكان تبلغ دروسه بصيغة الغائب تواضعا منه رحمة الله عليه، تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا. ونحن بهما من القاصرة الفاترة في هذا الزمان لا نتحمل درسا واحدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت دروسه تبلغ 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه، ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة. ثم إنه فرغ نفسه من التلقي عن شيوخه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع منها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والفقه والعروض رحمة الله عليه. وكان في زمن قراءته وإقرائه ليس متفرغا، وإنما كان قائما بالإفتاء للمستفتين من أهل صنعاء وغيرها نحو 20 سنة، وولي قضاء صنعاء 21 سنة. وإذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأقضك للعلم كل متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم كل متى. المقدمة الرابعة بين يدي الطلب والتحصيل: ضرورة التفريق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها. يعني هناك فرق بين بين أن تجرد متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل شائبة، وأن تلغي كل أقوال العلماء، يعني أن تقع على النص الصحيح
في صحيح البخاري او مسلم او في غيرهما مما صححه أئمة الاثبات، ويقال لك ان العلماء رحمة الله عليهم قد قالوا في هذه المسألة بغير ما ترى على ظاهر هذا النص، فأنت تقول لي نص النبي الذي صح صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء العلماء ليسوا ممن تعبدنا الله رب العالمين بالأخذ بأقوالهم، من مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزعي وأبي ثوب وليث بن سعد وأضرابهم رحمة الله عليهم، من هؤلاء؟ هم رجال ونحن رجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن النص قد يصح، ولكن هناك معارض، ولكن هناك ناسخ، ولكن هناك وجه من وجوه الترجيح التي ذكرها الأئمة رحمة الله عليهم، كما صنع الإمام السيوطي في تدريب الراوي عندما جمع وجوه الترجيح وجمع المرجحات في هذا الكتاب فبلغت 100 وجه. فنحن ينبغي علينا أن نحترم أنفسنا وأن نعرف للعلماء رحمة الله عليهم أقدارهم، وفي العقد عينه علينا أن نجرد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فما الفرق بين تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وإهدار أقوال العلماء وإلغائها؟ هذا فرق يحدده كثير من العلماء، ومنهم العالم العلامة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم ألا تقدم على ما جاء به قول أحد وما رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صحت لك تلك الصحة بالدرجة نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك ما عدا وجود المعارض ولا الناسخ لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما يوجب هذا إنذار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهلا وافقته إن كنت صادقا؟ من عرض أقوال العلماء على النصوص ووازنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهدم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم جميعا أمروا بذلك رحمة الله عليهم. لا يحكم على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم أحد، وأقوال العلماء مفضية بدلالاتها إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الجهل نصب الخلاف بين قول النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وقول غيره. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الربان، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذق بسواهما إلا من الهديان. أنت إذا أردت أن تذهب إلى الحج وليس لك من وسيلة إلا أن تضرب في الصحراء، فإنك تتخذ النجم هاديا ومرشدا ودليلا، فتتبع دلالة النجم، فإذا ما وصلت إلى عين الكعبة وحققتها نظرا وعيانا استغنيت عن دلالة النجم لدلالة عين الذي تقصد. فكذلك العلماء رحمة الله عليه
ما تعمد منهم احد ان يخالف النبي صلى الله عليه واله وسلم، بل وما ورد من اقواله وما ورد من فتاويه مخالفا لما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلا بد ان مانعا منع من اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما صح عنه، ولا بد ان عائقا عاق دون القص على اثر النبي المختار صلى الله عليه واله وسلم. وفي ذلك كتب شيخ الاسلام رحمه الله عليه دفاعا عن الائمه الاعلام من ائمه امه محمد صلى الله عليه واله وسلم، كتب كتابا لطيفا عظيما جدا ينبغي لكل طالب علم ان يقرأه وان يتأمله وان يعيه، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وذكر 10 أوجه كلها قاض بأن الأئمة ربما إذا خالفوا النص خالفوا لواحد من تلك 10، وما تعمد أحد منهم أبدا، وهم يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجردون متابعته صلى الله عليه وآله وسلم، ما تعمد أحد منهم أبدا أن يخالف المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يرزقنا تجريد اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم من كل شهوة ومن كل شرك ومن كل بدعة، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى